بسم الله، خلصنا نرفع الصورة وكل حاجة، عايزين بس نعمل واحدة كمان يعرض لي التفاصيل بتاعت كاستمر باين. فهعملها برضو جيت، هعملها المرة دي جيت، وهقول له أنا عايز أسميها جيت كاستمر، مش لازم بقى ايمج، يعني هي جيت كاستمر بكل الداتا بتاعته، يعني كاستمر ديتيلز. ماشي اوكي، الاي دي بتاع الكانتري والكاستمر انو، وهخلي الفانكشن اسمها كاستمر اندرسكور ديتيلز، واروح اعملها. او ممكن ماشي اوكي، خدت كوبي كده من الديباجة الاولانية كده، واغير فيها اسمها، خليها كاستمر اندرسكور ديتيلز. هلت الكويري بتاعي زي ما كنا عملنا قبل كده بشكل الكويري، وهقول له كانتري كاستمرز دوت فايند، مش هقول له فايند باي اي دي، هقول له فايند على طول، واحدد الايه الكونديشنز اللي هيفايند على اساسها. فهقول له بقى الاندر سكور اي دي هيجي من الريكوست دوت بارامز دوت اي دي، وطبعا هنا عايز اعمل كونديشن على 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 الري، فهقول له كاستمرز دوت كاست ان او هتيجي من الريكوست دوت بارامز دوت كاست ان او، ريكوست دوت بارامز دوت كاست ان او. كلام جميل كده، ده كده هيجي هيوصلني للكاستمر جوه كانتري معينه، صحيح؟ تمام. طبعا ممكن طبعا الكول باك فانكشن بتاعتنا تبقى لو هتحطها قبل قفله القوس، قفله قوس الفانكشن اللي هي الفايند يعني اقصد، ممكن طبعا اكمل عليها كويري، لان ده بالنسبه لي كويري بفايند بالكونديشنز بتاعت الفايند. فقول له ايه كويري اكزكيوت، وطبعا هبعت له الايرور لو في ايرور، وادي الكاستمر داتا اللي هتيجي، وهقول له اخد الديباجر بتاعت طبعا الريتيرن ايرور والريسبونس من اي فانكشن فاتت، ايوه من اول ايرور لغايه الريسبونس، واحطها اف ان ايرور هيريتيرن الايرور، الريسبونس هيعمل الستيتس، وهبعت له المسج، مش هيبقى فيه مسج، هيبقى فيه داتا، الداتا انا بفايند، فاقول له الداتا بتاعتي، وابعت له ايه الكاستمر داتا اللي هي المفروض اعمل لها فايند ولقاها، عشان بس يبقى كده عملنا بحث. ان انا عايز ابحث عن كاستمر بعينه تبقى موجوده، ويجي لي الداتا بتاعته كلها وتفاصيلها اللي كنا ناسينها اما حطينا الراوتس كلها. طيب تمام، فاضل لنا بس ان احنا نتستها كده، فاعمل نيو ريكويست جيت كاستمر ديتيل، تمام، واضيفه على بنك بي اي، وندور نجيب اليو ار ال لوكال هوست على 3 4 3، ماشي سلاش كان لا كاستمر الاول كانتري كاستمرز، برضو كانتري كاستمرز، وعلى كانتري كاستمرز، ماشي على جيت كاستمرز اسمها جيت كاستمر، جيت كاستمر ديتيلز سلاش، تعالى بقى نجيب ايه اي دي بتاع بلد و كاستمر، بس نعمل ما بينهم سلاش، وتعالى نعمل ايه سند، تعالى نشوف الداتا، جاب لي داتا بتاعت شخص واحد اهو زي ما احنا شايفين بالايمج بتاعته اهي، ادي الايمج وادي الكانتري بالكاستمر ديتيلز كلها بالتفاصيل. بالطريقه دي كده يبقى كده عملنا كل الفانكشنز اللي احنا محتاجينها. نرجع بقى للايه الفرونت اند ايه ان شاء الله نظبطها.